خلينا لننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم. رح نحكي عن موضوع يمكن دائما بنحكي عنه، هو فرط الحركة عند الأطفال، لكن لأنه بالعشر سنوات الأخيرة هو أكثر شيوعا، قديش ممكن هالاضطراب يستمر مع الطفل، طريقة المعالجة قديش ممكن تأثر بشخصيته، كيف فعليا من البداية إذا كنا مع مختصين وعالجنا قديش ممكن يستمر معه، كل هاي التفاصيل رح نحكي مع الأخصائية التربوية الخاصة ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم دائما. يسعد صباحك ريم. خلينا نبلش نحكي أكثر فرط الحركة، يعني يمكن في كتير اضطرابات سلوكية بتصيب الأطفال بعمر مبكر، ممكن يكون شوي بعض الخواص فيها مشتركة، ولكن فرط الحركة في ناس بتعتبر ما كتير تنتبه عليه، بتقول لا هذا طفل ورش يعني خليه عم يلعب مبسوط كذا. شو الشيء اللي بيميز فرط الحركة لحتى نعرف إن هو ما إنه تصرف سلوكي طبيعي للطفل، لا في مشكلة؟ هلا نحن عندنا حركه زايده اذا بدنا نحكي، وعندنا شيء اسمه فرط نشاط. الحركه الزايده هو طفل حرك، بنط كثير، بيلعب كثير، بتشاق كثير، بس على السبع سنين كثير بتخف، يعني بتتظبط اكثر حركته، اموره بينتبه اكثر لتفاصيل اكثر. اما طفلنا فرط النشاط فهي لا مستمره معه، ما بتخلص بعمر معين، بس بصير بقى الطفل او مثلا خلينا نقول المراهق بيتحكم بسلوكه اكثر، اذا كان عنده قدره بيتحكم بكيف يتحرك، كيف يدرس اذا كان عنده القدره. وطبعا هي بتبقى يعني يمكن لبعد 18 حتى شوي كمان رح يقدر يسيطر عليها اكثر، وهي طبعا ما بتذهب، صحيح بتضل معه لسن، يعني بتضل معه كل العمر فرط الحركه ما بيروح. طب خلينا نحكي عن اعراضه، يعني نحن بنعرف ان هو بيبقى مرافق للطفل بس عمليه الضبط اساسا بتختلف، بس الاعراض انا كأم يعني انه نحن بتلاقي مثلا نوعا ما مثل ما قلنا من البدايه في اختلاط اساسا بالسلوك عند الطفل، لما اقول هذا الطفل ممكن يكون مثلا كثير نشيط، عنده طاقه، نحن بنعرف الاطفال عندهم طاقه قديش فعليا فيك تفرغيها، بس ايمت كأم بنتبه انا انه هي الاعراض بتدل انه ابني عنده فرط الحركة؟ الشيء الفاصل بفرط الحركة هو نقص الانتباه يلي بيكون عنده. مستحيل يكون في عنا نقص حركة يكون انتباه جيد أو مقبول. لا، بالعكس نحن ممكن نلاقيها هاي بأطفال الحركة الزائدة، ممكن ينتبهوا أكثر أو يقدروا يعدوا مع مجموعة أطفال بمادة علمية عم تنعطى لهم بشكل لطيف، فهنا حيكونوا مركزين فيها أكثر. طفل فرط النشاط هو حيكون سمعياً أقوى، فالأهل هون بيتلخبطوا إنه حافظ كل شيء، بيجي بيقول كل شيء. هو طبعاً السمع عنده لائط، العين ما أنا معه، ما عم تحكي يعني عين وإيد، هن هو ما كتير عنده قدرة فيهم عالية، لكن سمعياً ممتاز، فالأهل هون بيقولوا إنه لا هو ممتاز. إذا نحن بدنا نحكي عن شيء طفل الروضة أو شيء بلش فيه شوية أكاديمي، صحيح أو انتبه لتفاصيل. هو طفل وقت يلعب بكسر اللعبة. طفل فرط الحركة بكسرها ليستكشف، طفل زيادة الحركة بكسرها ليستكشفها، فرط الحركة لا، من شدة الحركة، من شدة قلة الانتباه، فهو وما بتعني له إذا انكسرت. بعكس الطفل اللي عنده حركة زايدة حتلاقيه إنه لا، إذا ما عرف يركبها زعل، رح يحاول إنه تتركب، ممكن يأذي نفسه، دائما في عنده السلوك بيسبق التفكير، يعني حيتصرف، يعني ممكن يجي ياخذ القلم، هو مو هدفه الايذاء طبعا اكيد، بس ممكن يجي ياخذ القلم من رفيقه يشده بسرعه، وقت القلم يضايق رفيقه او يضرب بوشه او باي منطقه ثانيه فهو يخاف، يرتعب، بلش يعتذر او بلش يبكي. طفل عنده العواطف كثير متقلبه، يعني موقف ممكن يبكي بكاء شديد، وهو بكاء حقيقي مو تمثيل، وموقف ثاني يضحك ضحك هستيري. تمام، فعنده الانفعالات بالمجمل هي كثير نشيطة. والحركة مو بس نشيطة انه بس كحركة، لا هو حنلاقي عنده الكلام كثير، الافعال كثير، السلوكيات كثير، حيحكي بنشوفه عصبي بخانة كثير. تماما، نحن عندنا انفعالات كلياتها، يعني كل شيء بيخطر ببالنا من انفعالات هي عالية جدا. البكاء يعني كله شديد، ما في وسطية. طيب شو السبب ريم؟ يعني دائما احنا بنسال انه في كل اضطراب بيكون له سبب، اما تمام. نفسي، اما جيني في بعضها، اما بعض الحالات بيكون صاير معهم مشكله اثناء الولاده او غيره، يعني في كثير تصنيفات. فرط الحركه شو سببه؟ فرط الحركه مثل ما يعني له كثير اسباب، يعني له اسباب هرمونيه، له اسباب كهرباء الدماغ، ممكن هي يكون لها مشاكل بالغدد، احيانا عسر الولاده او الولاده الطويله
نقص الأكسجة البسيط إذا إجا على منطقة حركية كمان ممكن نحن يعمل عنا هاي المشكلة. في دراسات بعض دراسات إنه بتقول إنه الأخصاب المساعد أو الحمل المساعد اللي يكون عند النساء بهاي الفترة إنه هو ممكن يؤدي لطفل عنده مشاكل بالحركة. في دراسة بتقول إنه الحديد اللي بتاخده الأم بأثناء فترة الحمل، طبعاً ما عم بحكي أنا على حبوب، عم بحكي بكميات، بيكون في أحيان الأم عندها مشاكل بالحمل فبتاخد كميات كبيرة من الحديد اللي هي بتتعلق تعليق بس يعني تسريب وريدي تماماً. فكمان بيقولوا إنه هي ممكن تعمل فرط حركة. أمراض التحسس اللي بيكون عند الأم، بيكون عندها بنية تحسسية عالية، طبعاً التحسس ممكن يسبب فرط حركة كونه لأنه هو بيشتغل على القشرة الدماغية، والضعف في القشرة الدماغية هو شيء أساسي بأطفال فرط الحركة. طيب خلينا نحكي كيفية التعامل مع طفل فرط الحركة من البداية، كيف بدها تكون بداية من البيت قبل ما نقول نتجه للروضة، نتجه لأختصاصيين عند الأهل. ودائما الأم بتحس بمسؤولية تجاه طفل قديش ممكن فعليا تكون عم تتعامل معه بطريقة صحيحة. طبعا كونه هو بيصنف عند أغلب الأهالي إنه هو ورش بالمفهوم الدارج، حركته كتيرة ورش بيأذي، ممكن يكون يعني غالبا يعنف إن كان بالقول أو بالفعل أو مهمل، إنه خلص أنا تعبت. وهو طبعا مرهق، هو طفل مرهق للمحيط اللي قاعد فيه. وخلينا نقول إنه فرط النشاط هو درجات، فيعني بس يكون بدرجات شديدة، فهو الأم حكما قاعدة بالبيت معه ما فيها تقدر تطلع، مرفوض من العيلة، مرفوض يعني أنا كتير بشوف أمهات إنه نحن ما بنقدر نطلع مع العيلة لأنه بينزعجوا من تواجه مثلا اذا كنا نحن بمزرعه. معناه يمكن هي من الاخطاء الشائعه المؤلمه يعني بتاثر كثير بطريقه التعامل مع الطفل. تماما. مثال بسيط، مثلا بتجي بتقولي نحن مثلا طلعنا على مزرعه مع العيله، بس هو دفش ابن عمه بالمي، فهو كان غرقه، هو عم يلعب بس اللي عم يتفرج انه 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 كان مثلا تسبب بحادث مأساوي لهذا الشيء. حكيه الكثير، حركته الكثيرة، ممكن يوقع أغراض، ممكن ينزع قاعدة، هو بهدف انه عم يتسلى، عم يلعب، عم بيشارك. هي مشاكل إلى خطورة على المحيط اللي حواليه وعلى إلى خطورة عليه، ولكن إذا تطور الموضوع ما تم علاجه، يعني ما تم الانتباه من الأهل إنه نحن عندنا مشكلة فرط حركة. وللأسف مو كل الأوساط بتنتبه، في أوساط اللي بيكون عندهم أولاد كتير، اللي بيكون عندهم مشاكل، أو خليني أقول أحياناً بفترة الحرب في كتير أطفال يعني نشأوا بيئة أساساً منيح انه كانوا الاهل عم يقدروا يامنوا لهم حياه بالاساس. فصرنا نشوف في حالات متاخر العلاج فيها، شو ممكن يتم التعامل معه؟ دائما الطفل المتاخر بالعلاج دوائيا يشتغل دوائي اكثر من النفسي او السلوكي. بعدين سلوكي، لانه نحن ما فينا نعالج سلوكي ونقول عندنا المشكله جذريه عضويه، هي مشكله عضويه مو مشكله بس سلوكيه بحته. لا، السلوكي بيساهم بالعلاج مع العلاج الدوائي لحتى نقدر نحسن سلوك الطفل. شو يعني سلوكي؟ يعني انا برجع بعوده على الانتباه، برجع بعوده على العين والايد، بالكتابه، لانه نحن هاي مشاكل بالصف الاول كثير بتصادفهم. صحيح. لتتحول معهم لصعوبات بالتعلم، يعني بيكون عندهم فرط نشاط وصعوبات تعلم هدول الاطفال. فغالبا الاهل يعني بيحسوا بانه نحن ناقوس الخطر بالصف الاول. دائما انه لا، يعني بنسوي في الموضوع بانه بصير بيركز، بيكبر، بيعقل. الحقيقه بعدين بصير العلاج اطول، مكلف اكثر. هي اذا بنحكي على الشيء التعليمي. اذا بنحكي على الشيء السلوكي، كونه هو اندفاعي فممكن مثلا يصير في شويه تعدي على الام، تعلى المشاكل السلوكيه، يبلش الطفل يفوت على المراهقه، ممكن يمد ايده ان كان اخواته او كان على اهله، ممكن يكون الحكي تبعه غير مناسب مع الاقارب، مع الاهل، يعني كثير تفاصيل او مشاكل سلوكيه بترهق الاهل. فهون بتبلش. ومع هيك نحن عندنا ثقافه الدواء او يعني ثقافه الطبيب النفسي بهيك بهيك علاجات هي ضعيفه كثير. انه انا لا، ما بعطي ابني دواء، ما بعطي. نحن ما عم نفكر هلا، انت هلا حاويتي، بس هاد له مستقبل، ومستقبل حلو. ان اطفال عندهم ذكاء، يعني اول كلمه تقول بس هو ذكي كثير، ما دخل الذكاء بفرط النشاط. الطفل الذكي طب نطلع على المستقبل تبعه نحن، لانه بعد 10 15 سنه حيقول لا، يا ريت عالجتوني، يا ريت عملتوا يعني
معلش كنت انا بقبل اخذ دواء بس ادرس بشكل جيد، يكون لي مركز مقبول، يكون لي محيط اجتماعي يقبل يكون بيناتهم. هذا الطفل مرفوض بالمحيط الاجتماعي، عشان هيك بتحول لطفل عدواني. بس يكبر شوي لأنه ممكن تتطور اكثر لسه بعدين. تماما، يعني ممكن الاحباط اللي نتج عنه نتيجه عدم تقبل المحيط له يبلش يأذي عن جد، ليلفت الانتباه، ليخلي له مكانه بين الاقران تبعه او بالعيله اللي هو قاعد فيه. طيب خلينا نحكي، هيدا عم نحكي عن المراحل المتطوره، اذا صار عدم علاج من البدايه او عدم انتباه، بس خلينا نحكي عن اهميه من البدايه العلاج للطفل، خصوصا بطريقه التعامل كأم. يعني نحن بنعرف الطفل هو عنده طاقه كثير كبيره، الطفل الطبيعي الام بدها تحاول تستثمرها، لانه مو كل الامهات قادرين يحطوا بابنهم بروضه او بمركز علاجي. قديش مهم تستثمر طاقه الطفل بطريقه صحيحه، يعني بعيدا عن العدوانيه، بعيدا عن التعنيف، من السنوات الاولى. يعني بعض الخطوات اللي ممكن انا اليوم اقدر فيد الام فيها، انه انت فيكي تعملي بعض التمارين معه، تقدري تلهيه من خلال اللعب ببعض الطرق الصحيحه. هلا اذا بنحكي على فرط الحركه، فرط النشاط، حكما رياضات. الطاقة صعب، أي الطاقة صعب تنحصر بالبيت، صعب كتير. طبعا نحن بنعطي برامج للأم بالأعمار الصغيرة، ونعطي مدة للبرنامج، إنه نحن خلال 3 شهور، طبعا لأنه نحن بنقيس مدة الانتباه بالثواني. فأنا بعطي البرنامج، بكون أنا قايسة مدة الانتباه عند الطفل، وعم نراقب وعم نشتغل. وقت حس إنه هاي المدة ما عم تزيد كما يجب، فأنا فورا بحول للطبيب. لأنه معناتها إنه العلاج السلوكي أو العلاج اللي نحن عم نقوله عن طريق الجلسات ما عم يعطي المرتجع تبعه الصح. وإذا أنا بدي الولد يكون مثل بقية الأقران، سعيد، مبسوط، منجز، فمفروض إني أتوجه للعلاج الدوائي مع العلاج السلوكي. صحيح. وهذا الشيء بيعطينا يا شدة الموضوع. بس الرياضات هي يمكن بتفرغ الطاقة بشكل كبير عند بأي عمر الرياضات لازم. ممكن لا، نحن غالبا للاسف ما بيقدروا ياخذوا بالنوادي الاطفال لعمر 4 سنين، 4 سنين وفوق. فنحن عمليا في اطفال، طبعا هلا دراسات كانوا من اول شخص وفرط النشاط باعمار كبيره شوي، هلا لا، صار ممكن انه يتشخص بالاعمار الصغيره. بس نحن الرياضه ما بتتاخذ لعمر كبير، فيفضل نحن هلا متاح عنا الحدائق، متاح عنا انه نمشي. المشي ممكن يكون صعب شوي للام، فانه بدها تاخذه اغلب على الحدائق يكون مأمن، لأنه ممكن يترك إيد، يركض، يقطع شارع، ما ينتبه لأنه مو قدران ينتبه على الشيء اللي حواليه. طيب ريم، خلينا نحكي كمان اليوم فترة العلاج قديش بتختلف من أمتى أنا ببلش مع هذا الطفل. يعني نحن بنعرف اللي كل ما بلشنا بالموضوع أبكر، كان حتى دوائيا أو سلوكيا، فهو رح يستفيد أكثر دائما الأطفال أكثر من ما نبلش. لا، في ناس بتقلك أنا انتبهت بعد 15 أنه طفلي عنده مشكلة، أخذت عملت له علاجات مثلا اللي بيكون عنده مشاكل بالولادة أو شيء اللي هو الأكسجين أو ما إلى ذلك اللي بيعطوها، بس الدكاترة بتقول لهم بهذا الوقت ما عاد يستفيد. كان لازم يجي من قبل بوقت. فخلينا نحكي كل فترة كيف بيتم التعامل معه. الفترة الذهبية هي اللي تحت 5 سنين. اللي هي يمكن الأغلب ما بينتبهوا عليها. هي فترة ذهبية، بعد 5 سنين 6 سنين بصير يعني 25% 30% نسبة التحسن مو أكثر. إلا إذا كان كثير الفريق اللي عم يشتغل مع هذا الطفل هو فريق بروفيشنال، فريق شاطر، بيعرف كيف يشتغل وبيعرف يختصر المسافات أو الصغرات اللي كان فيها الطفل خلال النمو تبعه. ليش الفترة هي ذهبية؟ بهي الفترة عم يتطور الدماغ تطور سريع. صح. أنت كل شيء بتعطيه هو عم يتخزن، وكل شيء بدك تعلميه هو بيتخزن وبيقدر يخرجه. بس إمتى بيخرجه؟ بال6 سنين وطالع. نحن عم نبني هلا، فاذا ما بنينا بهدول ال5 سنين صار عندنا كثير ثغرات. مو دائما يعني الحظ بحالفنا وبنلاقي الفريق اللي يقدر يشتغل. صحيح. بطريقه ممتازه مع هذا خلينا نقول الولد. طب نسبه التحسن، نحن عم نقول اذا كانت من البدايه فعليا بنقول فينا نحكي عنه طفل سليم، يعني بيدخل المدارس، ممكن يحصل يكمل دراسه ويدخل الجامعه. يعني مشان ما نخوف الاهل انه فعليا اذا بلشت معه انا من البدايه بشكل صحيح فيني اعتبره انه هو ممكن يكون قريب لاقرانه. هو اكاديميا حيكون كثير قريب وحيكون متفوق. مو مشكله ابدا هذا الموضوع، بس بشرط انه انا عندي يعني مثلا رح تحكي وجع الاهالي بشكل عام. ايه، وجع الاهالي انه نحن صعب كثير المدارس تقبل تاخذ هدول الاطفال. الا بدهم يكونوا بمدارس معينه، وبمدارس المعينه يعني مدارس انه
اذا في كثير عدد اطفال كبير، اذا المعلمه ما عم تقدر تحاوط كل شيء، فما رح ياخذ التركيز الصحيح. بعض الدول صارت تحط لهم وحيكون استاذ مشرف، وحيكون مهمل يعني، حيكون مهمل لانه ما بتقدر للامانه، هي ما بتقدر انه مع هذا الطفل، وما عم يكون طفل، عم يكون اكثر من طفل. صحيح. فشوي بدنا يعني انه المدارس تقبل انه تاخذ هدول الاطفال، يكون عندهم اختصاصيين، يكون عندهم اشخاص مختصين، لانه هن اعدادهم كبيره. يعني مثلا انا من 10 سنين 7 سنين ما كنت شوف هاي الاعداد. صح. انا ممكن يمر علي بالنهار 3-4 اطفال عندهم هاي المشكله. ما هو حكينا بدايه فتره انه للاسف بالحرف في ناس كثير ما انتبهت، ما قدرت تنتبه لهذا الموضوع، فبالتالي هلا صرنا نشوف الحالات بعمر متقدم. وفي انتشار كبير يعني. تلوث يعني اللي صار بهي الفتره كبير، فادى لوجود لا يعني لهذا الاضطراب، صار اكثر من العوامل الثانيه العضويه. طيب اذا بدنا يعني هيك نعمل مثل ملخص قبل ما نخلص فقرتنا لليوم عن اهم الارشادات اللي بتحبي توجهيها لكل الاهل اللي عندهم طفل عنده فرط نشاط او فرط حركه، وهم المحاذير اللي هن ما لازم يتبعوها. هلا اهم شيء انه حيبين معنا انه حركه، في كثير اطفال بيكونوا اثناء الحمل بيكونوا كثير في حركه بداخل الرحم، وقت يكون جنين بالمرحله الجنينيه بتقول ام انه كثير تعبني، كثير بيحرق. هذا دغري بيبين انه نحن بيكون نومه كثير قليل، هو ونايم بيكون بتحسيه عم يفتل بقلب التخت تبعه اللي نايم فيه. سنه ونص سنتين بلش التخريب كثير عنده، غير النمو الطبيعي اللي هو اللي نحن معتادين عليه. لا نستشير، مو غلط نستشير، حتى لو سنه ونص في كثير برامج، في كثير قصص نقدر نعملها بنخفف كثير من المشكله. اهم المحاذير كل شيء شاشات. كل شيء شاشات، من الموبايل للشاشه الكبيره، كل شيء الامور اللي بتعمل روتينيات اللي هي نفس ترمي الاغاني، نفس ترمي المقاطع الصوتيه او مقاطع المشاهدات، حتى ما نزيد المشكله. مشكله لانه فرط النشاط الشاشه بتعمل له هيجان زايد. فهي من اهم المحاذير، طوله البال، كثير طوله بال. صح. وتفريغ نشاط باي طريقه ممكنه، حديقه، قرنه صغيره، يطشطش طابق، اي شيء متوفر عند الاهل. نحن ما بنقول مراكز رياضيه وفخامه، لا، اي شيء متاح، بس بالشرط يحرك، يركض، يلعب رمل، يفرغ يلعب طراب تماما حتهديه. ونقطه مهمه انه نحن اذا ما لاحقنا هذا الموضوع بالكبر حيكون في عندنا مشاكل قلب ومشاكل ضغط ويعني مشاكل صحيه فيزيولوجيه هي نحن ما بننتبه لها. بس طبعا يعني يمكن الاختصاص بينتبه لها اكثر لانه بيرافق الحالات من الصغار للكبر، فبصير بيعرف هاي التفاصيل اكثر. وعندي هلا شباب هن بتعالجوا من مشاكل بالقلب لانه هن اطفال كانوا انا بعرفهم فرط حركه. هي يمكن نحن نقطه مهمه يمكن ركزنا عليها، وموضوع جدا مهم اليوم كمان الاعتراف فيهم لهدول الاطفال وتقديم الدعم لهم. لما نقول في نسبه عاليه اليوم عم نشوفها، قبل كنا نشوف بنسبه اقل، بالعشر سنوات الاخيره عم نشوف نسبه كثير عاليه بين الاطفال. فحتى هذا نداء بنوجهه للكل انه فعليا لازم يكون في مدارس خاصه او بنفس المدارس الحكوميه يكون في عدد كبير من المرشدين للاشراف عليهم. تمام. لانه حتى الام اذا بدها تحط ابنها بمركز اول يوم او مدرسه خاصة مكلف جدا. تمام. ومتعب يعني، بالإضافة للتعب الجسدي والإرهاق النفسي للأم، هذا إضافة مادية كتير كبيرة عليها، مش الكل قادر عليها. فهذا بيجاء نداء بنوجهه كمان لوزارة التربية لأنه هي لازم تكون شريكة معكم. بالختام أكيد بدنا نتشكرك ريم على وجودك معنا، ونتمنى فعليا كل الأمهات يمكن اللي عندهم أطفال بيعانوا من هي مشكلة استفادوا وأخذوا المعلومة المفيدة. شكرا كتير لك. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا.